فضيلة الشيخ، إذا لبست جوربا على جورب فهل يشترط للأخير الطهارة؟ نعم، إذا لبست جوربا على جورب وكان اللبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح. وبعض العلماء يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه ولا تلبس عليه شيئا، وإن لبست عليه شيئا وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيرا وتمسح الأسفل. ولكن الصحيح أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح الأول. فمثلا لو أن الإنسان لبس لصلاة الفجر يوم الخميس صباحا، لا دعني من أن يقول لبس يوم الأحد صباحا واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد البرد عليه فلبس فوقه آخر وهو على طهارة فيمسح إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. واضح؟ نعم. هو سيلبس جوربا آخر. اي لا باس، هذا هو اللي هذا قلنا هذا هو القول الراجح. بعض العلماء يقول لا، اذا مسحت على الاول استمر، والصحيح انه يجوز ان تلبس الثاني اذا كنت على طهاره، لكن ابتداء مدته من مسح الاول.